مرحبا، كيفكم اليوم؟ بهذا الفيديو راح أخبركم الخطوات اللي بعملها لأحضر الأوردرات بمتجر الإلكتروني فلاور سيلر على إنستغرام وفيسبوك. عادة تجهيزات الأوردرات بتختلف، لكن هلأ في زمن الكورونا في خطوة أساسية ومشتركة بين جميع الأوردرات، وهي تعقيم وتنظيف أواني الزراعة. ثاني خطوة هي تحضير تربة الزراعة، وهون أنا استخدمت نوعين من أنواع التربة. التربة الأولى تربة طينية، والتربة الثانية بيت موس. رطبت التربة وخلطتها ببعض، لأنه الأفضل الزراعة بتربة رطبة أفضل من التربة الجافة. هلأ بحط الأشتال في الأواني، أزلت بعض التربة الأصلية عن جذور النبتة لأنها صارت تربة قديمة. بعد هيك ضفت تربة جديدة حوالين الأشتال، بعدين سقيتها ونظفت الأواني وغلفتها وجهزتها للتسليم لشركة التوصيل، وحطيت بوليصة شركة التوصيل على الأوردر. وهاي هي الخطوات اللي بعملها لأجهز الأوردرات لحتى أطلعها للزبون. طبعا في لكل أوردر خصوصية وفي له خطوات معينة ممكن تختلف من أوردر للتاني. إذا حبيتوا الفيديو وحابين أصور لكم دايما هذا النوع من الفيديوهات وتجهيز الأوردرات، بتمنى أنكم تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وشير إذا حبيتوا وحابين حدا غيركم يشوفه، ولحتى تدعموني ويوصل للناس المهتمة.